ابراج لا يمكن ابدا تظهر لك ان انت فارق معاها. خد بالك، لو انتوا مش بس مرتبطين، لو انتوا حتى متجوزين، لو انتوا حتى مخلفين، لو انتوا حتى في شرابات بعض دايبين، هاتوا الشاي او القهوة عشان نسمع بمزاج كده، ويلا بينا. اهلا بلازم ناس في الدنيا اللي يقدر يتوقع الحلقه دي. صعب التوقع فيها، عايزه جهابذه يقدروا يتوقعوا يكتبوا دلوقتي قبل احنا ما نقول. واللي يتوقع المركز الاول ده شيء تاني. في المركز الخامس مين توقع؟ هو السرطان المائي. راجل وست، السرطان ما يبينلكش ان انت فارق معاه حتى لو انت مقصر فيه، بس ممكن يبان عليه، عشان السرطان يعني ممكن ملامح وشه، نبرة صوته الحزينة شوية، لو حصل موقف وهو بيحبك وانت فارق معاه، هو بيبقى من جواه مش عايز يبين لك ان هو فارق، انت فارق معاه، بس ممكن بعض الحاجات دي انت تلاحظ لو انت لمح شوية وعارفه قوي ومذاكره قوي. عشان كده بيجي معانا في المركز الخامس، ما بيجيش في الطب قوي، انما هو من الابراج اللي فيها الصفة دي، لا يمكن ابدا ولا يحب اطلاقا يبين لك ان انت فارق معاه. وعلى فكرة صعب كمان ان انت تكشفه، لان الابراج اللي ما جاتش معانا في الحلقة معظمها مش عايز يبين لك ان انت فارق معاه، بس بيبان عليه، هي دي الخيبة بقى. تمام. فالسرطان لا، ما يبين لكش اطلاقا. بينا على رباعي خط النار، واخبطوا اللايك المتين وكملوا توقعات. الابراج اللي في رباعي خط النار مين توقع؟ هو العقرب المائي. ست وراجل الاتنين اسود من بعض في النقطة دي، ما تقلقش يعني، ما تزعلش نفسك. لا بنوتة العقرب تحب ابدا تبين لك ان انت فارق معاه، هنا بقى صعب يبان، يعني صعب يبان قوي ويظهر قوي، وكمان بيبقى عندها ارادة كبيرة قوي ان ما يبانش، ما يظهرش، لا، وتحسسك ان انت تافه. خلي بالك يعني هنا بقى الموضوع هياخد منحنى مختلف شوية. بلس اضف كمان على ده ان ممكن تبقى انت فارق وكل حاجة داخليا، انما ظاهريا ومن المعاملة واللي تقدر توصله لك الابراج دي، برج العقرب اللي بنتكلم عنه، ان انت مالكش اي قيمة، ان انت مالكش اي لازمة، ان انت اخرك تنضرب بالشباشب. انت متخيل؟ اه يا اخي، ولاد الذين يبان عليهم اوي، يعني ما يبانش ان هم متأثرين حتى لو جواهم متأثرين. هنا اللعبة، هنا الصنعة، هنا الفكاكة بقى بتاعت ابراج العقرب المدمرين. انما في التالت في اعلى، في اشد في النقطة دي، في ابراج اكثر تحكما في الموضوع ده، واكثر يعني معارضة ان انت تبان او ان هم يبانوا قدامك ان انت فارق معاهم. انت عارف مين اللي في التالت؟ مين توقع؟ الجدي الترابي. ده بقى السواد النائع، السواد النائع بتاع كل حلقة اهو دخلنا فيه. ده ممكن يكون بيموت في دباديبك وبيشم في شراباتك، تمام، كل شيء ممكن، بس ما يبينلكش ابدا ان انت فارق معاه. والابراج دي كمان عايز ازود حاجة، لان الحلقة دي مختلفة عن اي حلقة عملناها. الابراج دي صعب جدا تنبهر بحاجة انت عملتها، يعني انت لو انت شايف نفسك حاجة ما حصلتش واو قوي، لو ارتبطت بالابراج دي هيرجعوك لحجمك الطبيعي. يعني نقدر نقول ان الخمسة دول اكتر ابراج تقدر ان هي ترجع اي شخص منفوخ او عايز يتنفخ لحجمه الطبيعي قوي، ما بينبهروش قوي بالشخصية حتى لو واو. خلي بالك عكس ابراج تانية بتنبهر قوي. انما كالعادة يا عزيزي، في التاني اشد، التاني اللي قبل الاولاني، يعني في التاني في اقوى وفي اصعب، وفي برج راجل وست ما يبينلكش ابدا ان انت فارق معاه، وبيعرف يلعبها قوي وبيعرف يستخدمها قوي. تمام. وما بينبهرش لو انت واو اس سبعة، برضو مش هيبينلك، مش هيبان عليه اطلاقا. فاهم انت؟ عادي، شايف انت الملامح دي، التعبيرات دي استخدمها. اهو التور، التور اللي في التاني راجل وست، اتشقلب بقى، اعمل له نسناس، اعمل له قرد. تمام. اعمل اللي بنوتة التور انت قرد ولا اي حاجة. تمام. راجل هايف، هي تقول لك كده، راجل خايب، راجل تافه. طيب ده انا بعمل الحركات دي والشقلبازات دي يعني ثورية عشان الفت انتباهك وابهرك، تيجي تبهر القوس الثورية ما تنبهرش.
الثورية تحاول ان انت تبهرها ما تنبهرش اطلاقا. نفس الكلام بالكربون يا عزيزي ينطبق على الرجل، رجل الطور برضه ما تقلقش نفس النوعية دي، خلي بالك يعني، ولا يبان ابدا ان انت فارق معاه. لذلك انت لو حد عصبي بقى والغيرة والكلام ده بتبقى عمال تفرك وتاكل في نفسك قوي، ممكن تموت بغيظك مع الابراج دي، ولا انت فارق معاه ولا يهمنا شأنك ولا يهمنا امرك، وبالعكس ممكن من جوه نكون انت بتهمنا، بس بيعرفوا يلعبوها. ومين الاول بقى؟ حد شاطر كده لقطها وتوقع وكتب في التعليقات، انا بقرا التعليقات، العذراء الترابي ده الكبير بتاع الليل، راجل والست طبعا افظع، والست طبعا اقوى بمراحل، يعتبر البرج ده والست دي لو بنتكلم عن الستات هي اكتر ستة او بنت ممكن تبين لاي شخص ان هو مش فارق معاها اطلاقا. خلي بالك حتى لو انت كنت الهوى والدواء والعشق وكل حاجة ليها، العذراوية تبين لك ولا حاجة، وصعب إبهار العذراوية خلي بالك، يعني أنثى العذراء بنوتة العذراء دي صعب جدا حاجة تستفزها تخليها تنبهر يعني، وتخرج اللي جواها وتقول مشاعرها الحقيقية وهكذا. لذلك العذراء دي أكتر بنوتة، مثلا بتكلم عن بنت العذراء دلوقتي، تقدر إن هي تخلي الراجل الهايف المنفوخ يرجع لأصله. العذراء ما بتنفخش على فكرة، في بنات تخصص نفخ الرجال، العذراء العكس، العذراء تفسي ما تنفخش، تفسيك يعني، تمام؟ لو انت منفوخ تفسيك، بأكد على الكلمة تانية يعني، تمام؟ العذراء تعمل كده ما تنفخش أبدا، أنثى العذراء أو بنوتة العذراء اللي فست تفسك كده هي العذراء. ورجل العذراء على فكرة يعمل كده، صعب إبهارهم قوي، تتشقلب تعمل مهما تعمل، صعب عليك قوي حتى لو انت كنت بارع قوي. من هذا المنطلق الاسود ممكن انت تبكي بدال الدموع دم مع الابراج دي لو انت مش عارف طبعهم، انما هو ده طبعهم، وده بقى ما يزيد من تعلقك بيهم. اصل احنا دايما نحب الحاجة الصعبة، خلي بالكم طبعين احنا كده يعني، خلينا صراح مع نفسنا يعني، نحب الحد اللي عارف لو حد بيدينا قيمة قوي أو يعني كده ويا خلاص يعني، ما فاهم. إنما الأبراج دي عشان ما بتديش قيمة أوي للشخص اللي بتتعامل معاه، بيبقى دايما موضع إثارة، بتبقى دايما الأبراج دي موضع إثارة، وباخد الموضوع أنا تحدي بقى، أنا هعمل إيه وهطور من نفسي إزاي وهبهرهم إزاي، عندي بقى وتحدي بقى وأبدأ أشتغل على النقاط دي. ده بيحصل مع الخمسة دول أوي ترتيبا كده زي ما احنا بنقول يعني. انا يحضرني موقف كده، كان في صديق بيستشرني في استشارة خاصة وبيقول لي ان هو مرتبط بثورية، والثورية هو شعر من داخله ان هي حبته وتعلقت بيه، وما يغيب تسأل عليه والحركات دي يعني، تمام؟ فقال هلعب لعبة عليها، وهو اعترف ان هو كان بتاع بنات كتير ولف وخبرة في عالم النساء يعني، فقال هلعب عليها لعبة كده اشوف مدى تمسكها بيا، واقول لها بقول لك ايه، انا راجعت نفسي وحسيت كده ان احنا مش هينفع نكمل مع بعض، ودخلت بقى ومعتقد بقى ان هيبقى في مناحه، ويا ده هويتي واستنى وحبيبي وانت رايح فين وانت الهوى والعشق ومتعلقه ومتشعلقه والكلام الفاضي ده، ردت بجمله واحده قوي خلتني تعلقت بيها تعلق رهيب. بعد ما قلت لها الاسطوانه دي سمعتني، قعدت تسمع الثورية، تسمع على فكرة، تسمع قوي يعني، تمام، وتحلل الكلام، سمعتني للآخر وردت بجملة واحدة، مع السلامة. ولا ليه ولا ايه اللي حصل لك فجأة، ولا ايه سبب التغير، ولا ايه اللي انا غلطت فيه، انت هتجنن عايزها تسأل الأسئلة دي وانا منفوخ بقى، وبقى البنات بقى بتترمى تحت رجلي، عارفين الولد اللي هو ايه عامل ديك البرابر ده، تمام، ومفيش ديك غيره، هو من النوع ده بقى، لكن سامعني دلوقتي يزعل، فانا لازم اهدي اللعب شويه، تمام. فهو كده يعني، ده موقف من المواقف اللي من ارض الواقع اللي تؤكد الكلام اللي احنا بنقول. ازاي هي ما حاولتش تعرف ايه السبب؟ ده دي اللي هتجنني، بيتكلم معاه بيقول لي ده اللي هيجنني، قلت له يا ابني دي طباعها يا ابني، عشان ما تحيرنيش وتتعبني معاك، دي طباعها، ريح نفسك. فدي طباعها. تقولوا رأيكم في الحلقة دي، أنا كنت سعيد جدا
بتعليقاتكم. بنعمل لايفات الفترة دي على فكرة، ما تشتركوا يا جماعة اللي عنده صفحة على الفيسبوك او تيك توك، ما يجي، ما احنا عندنا روابط كل ده في التعليقات، يعني كل ليلة تقريبا بنعمل لايف وبنرد على الناس وبيبقى السهرة ممتعة يعني. وعندنا بعض القنوات الاخرى على اليوتيوب، يا ريت تشتركوا فيها. وعندنا برضو ناس نصابين، بتكتب اسمي تحط صورتي تقطع شوية فيديوهات وترد باسمي لاجل النبي، اي حد تشكوا فيه يطلبوا تسمعوا صوته، رفض نصاب على طول يعني، عشان تعبت من الشخصيات دي. بس انتوا واعيين انا عارف، ما يندحكش عليكم يعني. والى اللقاء.